هاجمت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس حكومة سلام فياض لأول مرة بشكل رسمي، فيما توقع مسؤولون فلسطينيون يتجه عباس لإقالة فياض من منصبه. وجاء في بيان للمجلس الثوري لحركة فتح أنه يرى أن سياسات الحكومة الفلسطينية الحالية مرتجلة ومرتبكة في الكثير من القضايا المالية والاقتصادية. أعلنت الشرطة العراقية مقتل 25 شخصا على الأقل وجرح 60 في تفجير انتحاري بحزام ناسف استهدف تجمعا انتخابيا لأحد المرشحين إلى انتخابات مجالس المحافظات وسط مدينة بعقوبة. وأوضحت الشرطة أن مسلحا قام برمي قنبلة يدوية على الحشد قبل أن يقوم الانتحاري بتفجير نفسه. النووي الإيراني وتهديد الكوري الشمالي ومقتل بريطاني في الهند في هذا التقرير. أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتن التي تدير مفاوضات الدول الست الكبرى مع إيران إثر اجتماعات في كازاخستان أن التباعد لا يزال كبيرا بين مواقف إيران والدول الكبرى في شأن البرنامج النووي لطهران، في حين دعا كبير المفاوضين الإيرانيين سعيد جليلي القوى الكبرى إلى كسب ثقة الشعب الإيراني. يدرس الدبلوماسيون الأجانب في بيونغ يانغ تحذير كوريا الشمالية لهم بمغادرتها مع تزايد القلق في أن تكون هذه الدولة المعزولة تعد لإطلاق صاروخ وسط تفاقم التوتر في شبه الجزيرة الكورية. ومعظم الحكومات الأوروبية أوضحت أنها لا تملك خططا فورية لإجلاء موظفيها، وقال بعضها أن المقترح الكوري الشمالي خدعة لتأجيج القلق الدولي المتزايد إزاء الأزمة الحالية في شبه الجزيرة الكورية. عثرت الشرطة الهندية على جثة سائحة بريطانية شابة كانت تقضي عطلتها في كشمير الهندية غارقة في بركة دم على مركب مجهز للسكن، وإثر ذلك اعتقلت الشرطة الهندية هولنديا كان يحاول الفرار من وادي كشمير عبر جبال الهيمالايا. في أندونيسيا ضرب زلزال بقوة 7.1 درجات وأحدث ذعرا بين السكان، لكن لم يعلن على الفور سقوط ضحايا وفق ما أفاد المركز الأمريكي للجيوفيزياء، موضحا أن الزلزال لم يؤدي إلى حصول تسونامي.